بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين بقى بشوية دقيق وبواقي حاجات في التلاجة عملت ايه؟ عملت ما شاء الله كمية رهيبة حلوة قوي محترمة تكفي أولادي ياكلوا فيها طول النهار، وبحاجات كده يعني بسيطة خالص موجودة عندك في التلاجة، مشتريتش حاجة من بره خالص. عملت ميني بيتزا، شايفين جميلة ازاي وطرية وحلوة ازاي؟ تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه هتجيبي كميه الدقيق اللي انت محتاجاها على قد يعني ما تكفي اولادك. بص انا بكيت شويه دقيق كده جبتهم بالبركه، حللتهم كويس وحطيت عليهم باكو خميره وشويه ملح ومعلقه سكر وبس. وهتجيبي بقى لو عندك لبن رايب، لو عندك زبادي، انا كان عندي لبن رايب حطيت شويه كده برضو بالبركه، قولي كوبايه مثلا كبيره ماشي. وهتحطي اللهم صل على سيدنا محمد حوالي يعني نص كوبايه زيت او ربع كوبايه زيت، ويفضل يكون زيت زيتون وبس، وبميه بقى وتعجنيه. انا طبعا احنا في الصيف ما بعجنش بميه دافيه، بميه عادي حامي الحنفيه، لو انت في الشتاء عجني بميه دافيه. تعجنيها بقى حلو وتخدميها حلو وتخليها ايه العجينه طريه زي ما انت شايفه كده. انا بصي انا ما رضيتش اطول عليك الفيديو، وضغطيها بقى وسيبها على جنب. دلوقتي عشان نعمل الصلصه فاحنا حطينا طماطم في الحله اهي، يعني طماطم سليمه غسلناها وحطيناها في الحله من غير ميه ومن غير اي حاجه اهي، حطيت عليها النار واسيبها شويه بس كده لما احس ان هي دبلت كده وسخنت هقول لكم هعمل ايه دلوقتي. بعد ما نزلتها من على البوتاجاز خدت حوالي 10 دقايق، همسكها بقى اقشرها. انا بس كله كنت عايزه القشره تبقى سهله كده في التقشير، اقشرها واخلطها حلو قوي في الخلاط وابتدي بقى اللي انا اعمل الصلصه. هجيب شويه زيت كده في الحله، اي حله وفيها شويه زيت، وهنزل بقى بتوم. انت عايزه بصل براحتك، عايزه توم براحتك، انا بحبها بالتوم، كل واحد بقى حسب ذوق حسب ما بحب ايه في الاكل. الاكل دي اذواق، انا بحبها وبحس ان هي حلوه بالتوم، فانا بحط معلقه حلوه كده محترمه من التوم، واقوم نازله بقى على طول بالصلصه اللي انا ضربتها في الخلاط. شايفين عامله ناعمه ازاي وريحه حلو قوي ما شاء الله عليه. هي حمرا على فكره بس الاضاءه مخليها فاتحه شويه. شايفين هبتدي بقى ان انا احط عليها شويه ملح وشويه سكر. تقولي لي ملح وسكر؟ اقول لكم اه ملح وسكر، السكر بيعادل طعم الحموضه اللي في الطماطم خلي طعمها حلو، والملح طبعا لازم ضروري. سيبيها بقى على النار شويه تتسبك على ما تكوني عملتي الايه العجينه. انا جبت العجينه اللي عندي فردتها، ما رضيتش اطول عليكم برضو، انتوا طبعا عارفين يعني الفرد ازاي. انت على شويه دقيق كده على الرخامه او على الطبليه اللي هتعملي عليها وتفردي العجينه عندك، وتحاولي بقى تقطعيها باي شكل انت عايزاه. انا عملتها كده بغطا شفشق كان عندي عادي ماشي. ممكن تتصغري تعمليها بكوبايه عادي، انا كنت بس مستعجله فانا عملتها كبيره شويه. انت تقدري تعمليها بكوبايه باي فورم التقطيع عندك، لو متوفر عندك فورم التقطيع مفيش مشكله خالص. كل ما تبقى على فكره صغيره كل ما العيال يحبوها وتبقى حلوه قوي. ان شاء الله المره الجايه هعملها لكم صغيره، وهعملها يعني هكون انا مكلفه لها شويه عن كده، وهخليها ايه وهعملها يعني ايه هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. يعتبر اكلة اقتصادية خالص بالموجود عندك، يعني انا ما اشتريتش حاجة من بره. العجينة اللي هتتبقى هتلميها وتفرديها تاني وتقطعها تاني. انا عملت ما شاء الله صاجين حلوين، وكمان صينية صغيرة كده فيها بيتزا ايه كبيرة شوية. هقوم بقى بعد ما اخلص، انا دهنت طبعا الصاج زيت وحطيت عليه العجينة، هبتدي بقى ان انا ادهن وش العجينة بالايه بزيت الزيتون. ضروري برضو انك تدهني زيت العجين وش العجينه بزيت الزيتون، بتخلي طعمها بصراحه تحفه. بعد كده تنزلي بقى بالصلصه اللي انت عملتيها. الصلصه على فكره انا حطيت زي ما قلت لكم سكر وحطيت ملح، حطيت بقى اللهم صل على سيدنا محمد فلفل اسود وزعتر، المهم ظبطت ملحها. و تبتدي بقى اللي انت تحطي ايه كميه حلوه كده على وش البيتزايه. انا عندي اولادي يعني بيحبوها كده،
يعني من غير اي حاجة عليها، العجينة بس وعليها الصلصة كده، بيحبوها، بيحب ياكلها كده. انا عن نفسي بحب اكلها كده. هعمل بقى الحاجات الموجودة في البيت، مش هشتري اي حاجة خالص من بره. مش بصي، انا اقولك الاساس وانت بقى زودي زي ما انت عايز. الاساس عندي بحط فلفل مقطع، على فكرة انا كنت عايزة مقطع صغير عن كده يعني، بس بندر مقطع كبير، بس انا ايه قلت يلا مش مشكلة، بدل ما لسه نقطع تاني وانا كنت مستعجلة. تقطعي طماطم حتة صغيرة عن كده كمان، وتقطعي الفلفل حتة صغيرة، بصل برضو لو تحب البصل، والزيتون حلقات. انا ما كانش عندي زيتون حلقات، زيتون بس من العادي، فانا خليت بنتي قطعته. انا كان ممكن انا اعمله انا حلقات، بس انا بصراحة كنت مستعجلة، فهي بنتي قطعته كده اي حاجة. ان شاء الله يوم تاني هعرفكم ازاي تخلي الزيتون وتقطعي حلقات. ده الاساس بقى بتاع البيتزا. انت بقى زودي اللي انت عايزاه، يعني انت ممكن تزودي بقى لحمه مفرومه متعصجه يعني تحطيها عليه، تحطي فراخ برضو عادي تعصجيها تحطيها، تحطي تونه، اي بصي اي حاجه انت حباها تحطيها. ده الاساس بتاع البيتزا وتتاكل كده عادي. بصي بقى انا حطيتها استوت في الفرن، بعد ما استوت خالص من تحت ومن فوق بقت حلوه، هتطلعيها تحطي عليها الجبنه. انا كان عندي شويه جبنه صغيرين برضو، ما اشتريش حاجه من بره، فانا ما كترتش بصراحه يعني، حطيت على كل واحده ايه كام واحده كده. ويلا هتبقى حلو. انت بقى عايزه تكلفي امليها بقى ميكس جبن كده حلو، رومي على موتزاريلا على شيدر، ميكس جبن حلو كده هيخليها ايه تمط معاك وتبقى جميله جدا، تبقى حلو. وزي ما قلت لك اي حشوه انت حابه تعمليها بقى، لحمه مفرومه معصجه، فراخ، تونه. بصي انا بعملها عامه تانية، انا بعملها بالثلاث حشوات دول بس. النهارده انا قلت اعملها لكم استديو خالص، واحنا في اخر الاسبوع بقى قلت يلا اشارككم الغدا بتاع النهارده. والله طعمها جميل جدا، تحفه وطريه على فكره، هي لسه طالعه من الفرن وبرده طريه. انت كمان لو غطيتيها يعني، انت تغطيها وبعد ما تطلع تغطيها شويه هتطرى اكتر، بس انا طلعتها ايه، الاولاد بقى مش صابرين، كنت اتاخرت وعايزين يتغدوا، فانا قلت اصورها لكم بقى على السريع وناكل بقى. بس والله كانت جميله جدا، حلوه قوي، شايفين الجمال. يا ريت بقى اللي تعجبها الوصفه النهارده اشترك معايا في القناه، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا، فعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ولايك بقى منك كده يا حلو عشان تشجعيني انزل لك حاجات كتير حلوه ان شاء الله باذن الله. انا بس بوريكي شايفين الطراوه، وفي نفس الوقت الجبن يا دوب حاجه بسيطه وفاهمه الطبل، فما بالك انت بقى لو زودتي بقى. زودي ايه؟ بصي عايزه تكلفي كلفي بقى، بس دي الاساس ما شاء الله عليها. على فكره انا كنت حطيت يعني برضو شويه جبنه من الجبنه العاديه بتاعتنا، جبنه التلاجة، كانت حلوه على فكره يعني. انا اول مره احط جبنه التلاجة عليها لقيت طعمها حلو برضو، والله اولادي حبوها. يلا بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.